المرض ما كانش فيه صراحة في الأول، ما كان فيه والو، كان طبيعي حتى الخمس سنين تقريبا. كان واحد المرة ضربوا البرد وما ما ديتوش على الطبيب حيت خدامة، المهم فلوس يلا المصروف وداك الشيء ما ديتوش، درت لي غير داك الشيء ديال الدار. من بعد بقى كيدير واحد الصوت، قلت انا كون رحت ما ديتوش للطبيب باقي ضربوا البرد صافي. بقيت كنديه الاطباء كيقول لي غير ضربوا البرد غير الصدر، من طبيب لطبيب والو، الدواء والو. حتى ديتو لعند طبيب خاص ديال الصدر، ديت ليه درت ليه ديك التصويره ديال الصدر وكل شيء، عطاني حتى هو الدواء، قال لي راه ما بقى فيه والو في صدرو ولكن باقي كيدير داك الصوت صافي. بقيت من تما من طبيب لطبيب، اطباء الاطفال كاع لي بيدياتر اللي هنا في هنايا درت عليهم، كيقولوا لي غير دع عليها، راه الدراري كيشوفوا الرسوم وهذه راه غير كيقلدوا الرسوم صافي. بقيت من طبيب لطبيب، غادا الحاله وكتزاد، انا غادا وكندي في طبيب لطبيب والحاله كتزاد صافي. هادي شي عام ونص ولا عامين تقريبا، شخصت عند واحد الطبيبه قالت لي راه تقدر تكون متلازمه توريت، طبيبه خاصه ديال الاطفال، طب نفسي للاطفال صافي. عطاتني الدواء تبعت معاه شحال وعاوتاني وقفت، ملي وقفت الصراحه زادت الحاله. وهاد العام عاوتاني في الصيف تبعت عاوتاني عند واحد الطبيبه، وفي نفس الوقت مشيت لميريزكو، حتى هما قالوا لي نفس هذا، خرجوا لي تحاليل، اييه خرجوا لي تحاليل وراديوات سكانيرات كلشي درته الحمد لله كلشي مزيان. وقالت لي راه شاكير في متلازمه توريت، خرجت لي واحد الدواء قالت لي غير يكالمي شي شويه ومن بعد شهر جيبيه. ولكن هذاك الدواء دابا انا كنعطيه ليه ما لاحظت حتى شي فرق والو، والشويه واحد الفرق ماشي كبير، تهدن شويه، ولكن اون فوا حبست ليه الدواء تزادت الحاله بزاف صافي. دابا تبعت ليه في عند في ميريزكو ولكن والو، ما لاحظتش انا حتى شي فرق بسيط في هذاك الدواء، كنعطيه ليه بالنظام يوميا كيف ما قالوا ليا، والو ما بانش ليا الفرق. تخلق لي مشاكل كثيره في حياته كلها، ماشي غير في المدرسه ولا في الدرب، فين ما مشى. هنايا في الدرب ما كنخرجوش حيت كان كيخرج يلعب مع الدراري، حتى واحد ما كيبغي يلعب معاه، كيبقاو يضحكوا عليه، كيبقاو يشوفوا كيدير دوك الاصوات والحركات. في المدرسه كيضربوا الاساتذه، ورغم انني شرحت ليهم ديت ليهم الوراق والو، ما تفهموش الامر. كاين شي وحدين واحد الفتره كيتفهموا لكن ما كيبقاش عندهم الصبر، كتقول لك ديرونجي لي الدراري ما كيخليهمش يقراو، كيبقى يهضرهم هادي، كاين ديما نعدوا المشاكل في هذا الشيء. دابا اضطريت نبقى شاده حدايا، كيبقى حدايا في الدار وصافي. حتى التلفازه ناقصها عليه حيت زعما على قبل الرسوم باش ما ياثروش عليه وداك الشيء، كيضطر يبقى جالس حدايا بحال ما هكا وصافي. انا مطلقه وكنخدم غير في الميناج مره مره، ما كنقدرش نبقى نخدم دائما دائما على قبل، باش ما يبقاش بوحدو، باش ما حيت كنت كنخليه ملي كان صغير، وحسيت بهذاك الشيء حتى هو ساهم في الصحه النفسيه ديالو. لا ام لا اب كيضل عب وحده هنايا، ما كاينش الرعايه، ما كاينش، كتجي تلقى الدري ما واكلش ما لابسش ما با، ما كيسولش عليه بصفه نهائيه، ما عرفوش واش كاين ولا ميت، لا صاير لا حتى شي حاجه، غير خدام انا داكشي اللي قسم الله وصافي. عند الرقات لا رقات ديتو عندهم، كانوا كيقولوا لي فيه العين وهذا والمس، ولكن بدون نتيجة الصراحة. كنت تبعت ليه دابا 3 سنين وانا متبعة ليه، والو مكاين حتى شي نتيجة، رغم انهم قالوا لي عنده المس، قراو عليه القرآن الصراحة، كيعطوني زيوت، كيتعاملوا معايا الصراحة ناس مزيانين، ولكن ما لاحظت حتى شي نتيجة على الدري والو. داكشي غادي وكيكثر بزاف، ولا دابا راسو كيضر في دوك الحركات اللي كيدير، ولا كيبكي بزاف من دوك الحركات. الله يدير لي فيها الخير، نتمنى الصراحه شي طبيب شي بروفيسور يعني يتعاون مع يشوف الحاله ديال ولدي. انا ما طالبه مساعده حتى من شي واحد، ما طالبه الفلوس لا والو، طلبت غير شي طبيب يشخص الحاله ديال ولدي ويعطيني شي دواء اللي يكون افيكاس زعما هاد الحاله هادي. ترى حتى شي واحد ما كيبغي وليداتو يشوفو بحال هكا مراض وهو ما قادر يدير ليهم والو. بالنسبة ليا دوك ناس جاهلين الصراحة، حيت الإنسان خاصو لو شاف شي حاجة وما فهمهاش يقول الله يستر،
كاين اللي كيشوف شي حد مريض كيقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم، هادشي اللي كنقول هذا. ولكن الناس ما جاهلين كيبقاو يستهزئوا بالاخر، رغم ان حتى شي واحد ما كامل، الكمال لله، كل واحد والعيب ديالو كله والمرض ديالو، خص الانسان يشوف ويقول الله يستر.